طلاق بائن للذل هيهات على ذل أبات الضيم ما ماتوا فإن لقوا الحمام فداء عزتهم فقل رقوا الجنان ولا تقل ماتوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى سيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، وجعلنا من المتمسكين بنهجها والنائلين إلى شفاعتها والمفطومين من النار بحبها. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أبت شمعة الذكرى السادسة للثورة المجيدة أن تنطفئ إلا بعبق الشهادة ونسيم الكرامة، شهادة تعكس عزة، بطولة، شموخا، بصيرة، إقداما، إكبارا، إجلالا، شهادة ليست كأي الشهادات. ولو أننا نعتبر كل شهدائنا هم أبطال شجعان مقدامون، ولكن قصص شهادتهم فيها جانب يدفع شعور الإنسان لأن يتفطر قلبه ويأسى ويحزن على طريقة موتهم أو على طريقة رحيلهم. لكن شهيدنا وقائدنا العظيم رضا الغسرة رحل بشهادة تبعث على الفخر والكبرياء وترفع الهامات والرؤوس شامخة عالية إلى السماء، شهادة تبعث على الافتخار لا تدفع إلى الانكسار، وشهادة تؤكد في الذكرى السادسة لانطلاق الثورة أن بلوغ أهداف الثورة لن يأتي ولن يعبر إلا بمسير التضحيات على نهج هؤلاء الشهداء، وهو النهج المقاوم المتصدي إلى الجبروت الخليفي. هناك جانب من الألم هو في الفقد، هو في الرحيل. لقد خسرنا الشهيد، خسرته البحرين، كان صاحب عقل، تدبير، شجاعة، اندفاع، حماس وبصيرة. لم يكن حماسيا فقط، وإنما كان صاحب قلب شجاع مع بصيرة ونفاذ وبصيرة ثاقبة. فهناك ألم إلى فقده، ولكن طريقة رحيله كانت طريقة تبعث على الفخر ولا تبعث على الانكسار. وفي هذا الدرب وفي طريق التضحيات يجب أن نجعل في أذهاننا ونجعل في قلوبنا أن بلوغ أهداف الثورة لا بد أن يعبر على الشوك، وتودون أن غير ذات الشوكة أن تكون لكم. هذا الطريق الذي أدركه المطاردون في داخل البحرين، وأدركه المقاومون، وتيقن به رضا الغسرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونحن نستشرف عام 2017،
لا يمكن أن نستشرف هذا العام دون أن نعبر من بوابة الشهداء، الشهداء الذين رحلوا قبل حوالي شهر أو الشهداء الذين مضوا بالأمس. إذا أتينا من بوابة الشهادة فلن يبرز إلا عنوان عريض يتثبت ويتعزز بالدماء الطاهرة الزكية، وهو نهج المقاومة الذي به انتصرت الشعوب وبنت مجدها وصنعت تاريخها. قولوا لي عن شعب انتصر وحرر وطنه وأسقط الجبابرة والديكتاتوريين لم ينهج ولم يتخذ خط المقاومة، حتى نقول أن المقاومة هي شعار ومنهج فاشل ولا يحقق نصرا وإنما يخلف دمارا. ائتوني بمثال واحد لشعب حاز على الكرامة ونال الانتصار وحرر وطنه لم يأخذ طريق المقاومة منهجا له. هذا الخط وهذا النهج هو الكفيل والخيار الوحيد الأوحد لتحقيق الانتصار، وغيره أوهام وسراب كبقيعة يحسبه الظمآن ماء. وقد أدركنا في هذا العام وختام العام 2017، وأدرك الواهمون بالتسويات وبالحلول، أن النظام الخليفي لا يمكن أن يتعايش مع شعب البحرين حتى يلج الجمل في سم الخياط. وبناء على هذه الحقيقة والحقيقة الأخرى التي اتضح فيها أن الدول الكبيرة والمسيطرة والنافذة والعظيمة في العالم قررت أن تتحالف مع النظام الخليفي وهي غير مكترثة بحقوق الإنسان، وعليه بقي الشعب بين خيارين، بين أن يقف شامخا متصديا مقاوما على طريق الشهيد رضا الغسرة، أو أن يقبل بحياة الذل ويعتبر الاحتلال واقعا ويسلم للظلم وينسى كل التضحيات ولا يعبأ بالمساجد المهدمة ويتخلى ويتنازل عن قياداته ورموزه وعلمائه. ولا يمكن لشعب البحرين الذي تغذى في المآتم وعلى فكر النهج الحسيني وأبات الضيم إلا أن يأخذ المسلك الأول، وهو مسلك الشهداء الذين مضوا. نحن في اختبار عظيم يفرز فيه فريقان، فريق الصادقين وفريق الكاذبين، فريق المتقدمين المقاومين وفريق المنهزمين المتراجعين. هذا الاختبار يبرز من خلاله القادة الحقيقيون، وينزوي ويتوارى القادة الوهميون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في الختام، النصر والمجد لشهداء المقاومة البحرانية، والعلو والخلود إلى الشهداء الأبطال، شهداء المقاومة على نهجهم على دربهم، وتغلي النفوس لفقدهم ويعاهد الأحرار بالبقاء والتمسك على خطهم. ولن يرى الخليفيون إلا أشباحهم تطاردهم في قصورهم وفي جحورهم، وسيعلم الخليفيون وآل سعود أي منقلب ينقلبون. أحسن.